مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهنكشف ليكم حقيقة حملها بالدليل القاطع بعد الجدل الكبير اللي حصل على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. ظهور شيرين عبد الوهاب في أي مناسبة بتصاحبه جدل كبير، سواء كان الظهور ده خلال إحيائها حفل غنائي أو برنامج أو حتى على السوشيال ميديا. وخلال أسبوع واحد بس ظهرت شيرين عبد الوهاب في مناسبتين، الأولى في إحيائها حفل غنائي في الكويت، والتانية في إحيائها حفل زفاف أحد أقاربها بقصر البارون. وظهرت شيرين عبد الوهاب في المرة الأولى على مسرح حفلها بالكويت وهي لابسة ملابس رياضية عكس عادتها في الظهور في الحفلات، واللي كانت دايما بتلبس فيها الفساتين. وكمان ظهرت بوزن زايد وملحوظ، وده خلى كتير يسألوا هي لابسة كده ليه. وبعد أسبوع واحد من الحفلة أحيت شيرين عبد الوهاب حفل زفاف أحد أقارب، وقامت بالغناء والرقص مع العروسين، وكان لافت للنظر جدا ظهور شيرين ببطن منتفخ، وده اللي خلى كتير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يأكدوا الأخبار اللي انتشرت حول حملها خلال حفلها الأخير في الكويت. ولغاية دلوقتي مفيش أي تأكيد من شيرين أو حتى المقربين منها على صحة الخبر ده، ومن المنتظر أن تخرج شيرين توضح الأمور دي خلال الساعات اللي جاية، سواء بتأكيد خبر حملها أو نفيه، وخصوصا أن شيرين في الفترة الأخيرة بترد على أي إشاعة بتخرج عنها وبتوضح ببيان بتنشره على صفحاتها على السوشيال ميديا، وخصوصا إذا كان الموضوع بيتعلق بحياتها الشخصية. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكايتنا ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.